طب ابدا معايا بتشكيل المتوقع لا كده. المتوقع هو اكيد صاله لعبه وفاند بروك اكيد هيقابل الاهلي ازاي ده. لا هو انت بتتكلم النادي الاهلي ما فيش اختلاف، هو راجل عنده قوام اساسي بيشتغل عليه. بتتكلم على محمد الشناوي هيرجع تاني لو هو سليم 100% هيبقى موجود. بتتكلم على هو الناس القوام الاساسي الموجود، محمد عبد المنعم ده راجل بتاعه على طول اساسي، محمد عبد المنعم شغال بشكل كويس جدا. ياسر ابراهيم ما فيش اختلاف عليه. بتتكلم على علي معلول باك ليفت بيشتغل بشكل مميز. بتتكلم على محمد هاني. بتتكلم على الثلاثي اللي هو القوام الاساسي او البيد والثقل النادي الاهلي الفتره اللي فاتت او السيطره في نص الملعب. بتتكلم على مروان عطيه بيشتغل بشكل كويس، بتتكلم على ديانج، بتتكلم على حمدي فتحي، هم دول الثلاثه المميزين. بتتكلم على حسين الشحات ناحيه اليمين، بتتكلم على ناحيه الشمال، بتتكلم على بريستاو كهربا، بتتكلم على كهربا راس حربه. ده الاساسيين بتوعه. لو جينا نتكلم على الفتره اللي فاتت التالق موجود في الفتره اللي فاتت، بنتكلم على مثلا جينا نتكلم على اقل حاجه الاثنين المساكين لو مسكنا واحد واحد محمد عبد المنعم، وبتتكلم على مثلا محمود متولي. الاثنين جابين يا كابتن محمد كام دلوقتي؟ جابين 6 اهداف. جالك محمد عبد المنعم جاب 5 اهداف في الماتش اللي فاتت كلها، ومحمود متولي جاب هدف، يبقى انت كده جاب 6 اهداف. يعني الراجل شغال على العنصر الهجومي بشكل مميز جدا في الضربات الثابته شغال عليها. اللي جينا نتكلم على العنصر الدفاعي، هم شغالين. النادي الاهلي بقاله فتره لعب 13 ماتش او 12 ماتش لحد دلوقتي اللي هو لحد ماتش الوداد، جايبين دخل في النادي الاهلي كام جونين؟ اشتغل في دخل في ماتش اللي هو بتاع بيراميدز الوداد، يعني هدفين. فمعدل قوي جدا اللي انت عندك ثبات في الحته الدفاعيه بشكل كويس. لو بتتكلم على ظهرين الجنب، علي معلول هداف بشكل كبير جدا ومحطه كبيره بتتكلم عليه. بس علي ما كانش هو علي بتاع المعاودنا دايما باداء راقي في المباراه اللي فاتت، ولا ليها ظروفها برضه؟ بص يا كابتن محمد، هو وارد. هو علي محطه قويه جدا النادي الاهلي، ولاعيب من مفاتيح هجوم النادي الاهلي، وعنده الثقه من النادي الاهلي. ثاني حاجه علي معلول بيعجبني فيه اللي هو اللاعب اللي عنده احساس، لما بيخطا بتلاقيه واخد جنب مركز اللي هو يعمل بعد كده يعمل احسن مدوش الماتش اللي بعديه. والدليل على كده اللي انت النسخه اللي قبل ديت او اللي قبليها كان في ماتش الترجي لو انت فاكر، لما علي كان سبب في الجول الاولاني جاب هدف وصنع الهدف الثاني مع عمل كروس باص من الناحيه الثانيه باليمين. فعلي معلول من الشخصيات اللي هي بتعرف تركز او عنده حميه اللي هو يقدر يرجع نفسه بشكل مميز جدا. عوده شخصيه النادي الاهلي بعد تعثره امام الهلال في المباراه الاولى، لكن في مباراه العوده ثم بعد كده مباراه الرجاء عمل اداء ولا اروع وملحمه بمساند الجماهير النادي الاهلي الكبيره. شايف ده كان التطور الطبيعي او ده كان مستوى النادي الاهلي وجوده في البطولات دي ودايما في زمانه المكان موجود باداء مميز؟ اكيد طبعا. النادي الاهلي كابتن عباس مش من دلوقتي، النادي الاهلي بقى له سيستم بشكل كبير جدا. اللي عايز يتعلم النظام او الترتيب او الخطه المستقبليه او خطه طويله الاجل يتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى له فترات في جميع البطولات حتى الالعاب، تتكلم على الالعاب الجماعيه الموجوده او الالعاب الفرديه، النادي الاهلي شغال بشكل كويس الفتره اللي فاتت في تنظيم بشكل كويس جدا. النادي الاهلي بنتكلم على التنظيم بتاعه مع مارسيلو كورا بشكل مختلف. انا بتكلم مثلا، انا جيت النهارده اتكلم بقى عندك شكل وعندك هويه. انا كان في مدير فني مثلا جينا نتكلم على موسيماني او كان موجود فايلر ليه شغل سان داونز، كان نقطه تحول بالنسبه له. بس النادي الاهلي الفتره اللي هي فاتت اللي هو بعد ماتش سان داونز الدنيا اتغيرت بشكل كبير جدا. وانا من ضمن الناس اللي ابتديت اتكلم على مارسيلو كورا بعد ماتش سان داونز ما كانش مثبت تشكيل، كان مثلا كل شويه بيغير تشكيل. فطلع الراجل اللي هو على الحق اللي هو بيعمل روتيشن بشكل كويس. للدليل على كده او على كلامي دوت، اللي انت لحد دلوقتي النادي الاهلي كان قبل كده الادوار اللي قبل كده بتلاقي كميه اصابات عامل من 14 لاعب عامل روتيشن بينهم. ايوه انت حاجه بانه بيقف على مستويات اللعيبه دي كلها. بس تاني حاجه، انا ما بعوضش اللعيب بتاع الاحمال العاليه عشان كده ما باخدش اصابات. النادي الاهلي قبل كده في الادوار اللي قبل كده السنه اللي فاتت تخيل كام واحد كان لعيب مع موسيماني كان عنده اصابات. فالدليل على كده انت ما شاء الله النادي الاهلي لحد دلوقتي ما عندوش اصابات خالص الحمد لله. فدي ترجع للراجل المدير الفني شغال بشكل مميز جدا. طب انت بروكلي قبله ازاي؟ لا هو بروكلي هو راجل عنده ثقافه او عنده استراتيجيه بشكل معين. هو الراجل ما بيخليك تشتغل، هو بياخد بينزل تحت الكوره بيبقى زون تحت الكوره وهيقابل النادي الاهلي كده، وعلى الهجمات المرتده او الحاجات الاستحواذ اللي بياخدها يقدر يعمل هجمات مرتده بشكل كويس. هو بروكلي بيشتغل على ايه؟ على الضربات الثابته. هم مميزين في الضربات الثابته وفي الفاولات والحاجات دي كلها. عنده سرعات عندهم عند حداد شغال بشكل كويس جدا. بتتكلم على مثلا الراجل اللي هو اللي كان عنده ازاي ده اللي هو اللي هو مش عارف حمودي او عبده حمود حاجه كده، عبده حمود لعيب مميز جدا هو عمل له فرق في ماتش سان داونز. فبتتكلم عنده عناصر مميزه في جميع الخطوط. هو الراجل مش هيخاطر مع النادي الاهلي، هو عارف امكانيات النادي الاهلي، عارف سرعات النادي الاهلي. بتتكلم بريستاو السرعات بتاعته متفوق بشكل كبير جدا. بتتكلم على حسين الشحات وصل لتوب فورم، كهربا من هدافين البطوله. فبتتكلم لا عنده النادي الاهلي عنده القوه الهجوميه مميزه جدا. فهو الراجل مش هيقدر يخاطر او يفتح الملعب مع النادي الاهلي. هو هيشتغل على الحاجات اللي هو اولا مش هيتسرع، هيشتغل على المنصور الجماهيري بالضغط اللي بيشتغل عليه، هيبقى عنده فترات الكور الثابته. انت ما شاء الله جماهير شمال افريقيا وانت لعبت كتير قدامهم، بسم الله ما شاء الله، يعني نقدر نقول جنون التشجيع
او تشجيع الجنوني انهم دايما دعم كبير جدا وحافز كبير جدا، ممكن ده ما يخليهوش يعني ده باكنج له انهم بيشجعوه يلعب بقى بالطريقه المفتوحه ويهاجم بقى النادي الاهلي من الديه. لا ما هوش يقدر يعمل كده لسبب، انت لازم تعرف الخصم اللي قدامك القوه بتاعته فين والعناصر الضعف اللي عنده فين. فالنادي الاهلي في الحته دي كان متفوق، حتى احنا مصر كلها اتكلمنا على الماتش الوداد، ما كناش متخيلين الوداد وصلت للمرحله دي او مش ما عندهاش الجراءه اللي تلعب قدام النادي الاهلي بالشكل دوت. يعني حتى ما شفناش كورتين ثلاثه اللي هم في الشوط الاولاني كله بتتكلم الماتش كله هم، بس المحصله قدر يجيب هدف. هو جيب هدف، هو ما دي بقى الفرقه الكبيره اللي هو مثلا بروح باثنين بجيب واحده.